فأن تبتلى بجار سيء ما إلك حل معه ولا إيه؟ الدعاء، الدعاء. ليش ناسين الدعاء؟ ومن الأشياء التي مظنت استجابة الدعاء أين؟ في الحج اللي ربنا بكرمه يا جماعة، يحوش طول السنة إيش بده؟ يدعو طول السنة كل يوم، لكن إذا عنده قدرة يروح على الحج يذهب، وهناك مظنة استجابة الدعاء، وخصوصا في منى تتحقق الأماني، وفي عرفات، وأنت عند الصخرات متوجه إلى القبلة وحواليك مليون شخص، ما ببالغ مليون، وترفع يدك وتتوجه إلى الله، والحلو ما حدا بيعرف الثاني، كل معلق قلبه بالله، ما حدا. يعني إذا بكيت أنت اللي جنبك شو ماله؟ ما بيعرف، هو نفسه إيه قاعد بيبكي، يعني فيش مجال للرياء. مين بدك تراي؟ بتراي حدا بتعرفوش؟ استغفر الله. يعني الشخص إذا بده يراي براي مين؟ شخص بيعرفه. هذولا ما بتعرف حدا، وكمان شو بدك تراي؟ طب ما هو اللي جنبك قاعد ايه بيبكي. يوم عرفة هذا يوم اللي بيفوته وما بيكون في عرفات، وجرب معنا يوم عرفات في عرفات، يوم عرفة في عرفات، وضعه بكون فعلا في دار المقام قلبه مكسور. هو المال لإيش؟ مش عشان نتقرب إلى الله. فهذا إخواني في الله الدعاء، استجابة الدعاء. والله يا جماعة أصابتني مصيبة وأحاطت بي وشعرت بضيق شديد، وبصراحة ابتليت بجيران مخدرات وما في حل معهم بالمرة، هم ما بيجوا فيه، بس الشارع كله انتلى مخدرات، وأنا قلبي بموت، خايف أولادي وخايف. طب شو أساوي؟ ضمن قصة طويلة قلت الدعاء، استمريت في الدعاء. أجا موسم الحج، قلت يا رب يسر لي أحج، وكان أهم شيء عندي في هذا الحج أدعو الله يخلصني من هيك جيرة. فوصلت منى ووصلت عرفات وذهبت عند الصخرات ودعوت الله، ما في فترة قصيرة ولا اختفوا، أخفاهم الله، أخفاهم وراحت، وصارت الحي حي من أنظف ما يكون. الدعاء يا جماعة، أشياء كثيرة صارت معانا في حياتنا، ما في فرج إلا بالدعاء.